السلام عليكم احبابي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا معايا هذه التدبيره اللي كتنفع النساء بصفه عامه، سواء كانت عامله ولا كانت جالسه في الدار. كتنقص عليك واحد النص ديال الخدمه ديال شهر رمضان كامل، يعني السيمانه كتخدميها متتاليه، مي كتنقص عليك الشهر كامل. كتهناي بزاف ديال الحوايج كنديرهم في رمضان، مثلا كنركزوا على الجانب الروحي، ما تلقاوش الوقت. الكوزينه كدير لنا الوقت كامل، كنحاولوا ننظموا وقتنا وننظموا كوزينتنا باش كيبقى لنا الوقت فين نديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي في النهار. مثلا مرة ما تكونش عامله، كيجي واحد النهار واحد الظرف طارئ، كتخرج كتبقى النهار كله في الزنقه، كتجي ما كتلقاش ما تبد ولا. الا كانوا هاد الاشياء متوفره في الدار، الفطور كيكون كيف ما كاينه هي في الدار، كيما كتكونش قياله في الدار. المهم ما نطولش عليكم الهضره، كنتمنى الفكره تكون وصلتكم. دابا غادي نبدا معاكم اشنو حضرت انا رمضان. غنبدا لكم بالعصائر هما الاولين، كلكم كتفكروا معايا العصير اللي كنت درت معاكم ديال الحامض هو هذا. درت العصير ديال الحامض نفس الطريقه درتها في الليمون، هو هذا نفس الطريقه درتها في البامبلوموس. الفريز حتى هو طحنته مع السكر، ترجع كله بحال كونفيتور. مثلا الفريز هي كنزيد عليها البيئه اللي كتشوفوا دوك الحبات اللي كنت كنشري، كل مره كنشري كنلقاهم صغار، كنكون ديري حتى جبته ديال الزوار. ندوزو تاني للحامض، حنا طبق الحامض، الحامض شدوتو تاني تاهو شكي درت لي هكا. تبغيو الحوت، كنبغيو الحوت ولا الدجاج ولا طويجي ولا اش ما كان. انا خدت واحد الرومبيغ من الجمده، عاوتاني درت العصير، درت داك
ليمون دو سيليكون كما تشوفون هنا، نهزوها هو يضل عصور. كملنا من العصائر، ما طيش كل شيء، كنت واحد الفيديو غتلقاو في الرابط لتحت، كنت درت معكم هالطريقه هذه، كانت اقتصاديه بزاف، هي اللي كنعتمدها طول حياتي. هاي كنديروا مطيشه بحال هكا، كنهزو قياس جوج ثلاثه على حسب، اما حريره اما لاصو اما اي حاجه كنحتاجو، ديك كونسونطري طوماط تلقاوها هكايا واجد. ندوزو ثاني للحريره، الحريره درت الكميه ديال العدس والحمص، هادي قياس النصبه اللي غتقدني انايا، مثلا حنايا العدد ديال الاشخاص كاين 4 في الدار، هادي تقد. زاد عندك الزيت كديري جوج، انا دبرتكم غير كميات قلال لان الفريكو عندي تبارك الله راه عمرتو ستوكيتو مزيان. هادو كلهم تيخنقصوا علينا الاعمال ديال كل نهار. عاوتاني المعدنوس، ها هو كتبت هنايا باش ما يتلفوليش، درت القزبر والمعدنوس هما مخلطين لنا مقطعين كاملين في هاد الحكيكات. الا كنتو متبعين معايا كنت قلت لكم هاد الحكاك عندهم فوائد كثيره بزاف، هذا هو الفيديو اللي قلت لكم غادي نقدم معكم. هادو الكرافس عاوتاني باش منين نجبد ما يتغلطوش ليا، كلشي كنبقى يد فيه السميدات. ثاني الكفته، الكفته شديتها شحرتها مع شويه ديال البصيله والملحه والبزار، هكا خبيزات معمرين ولا لي سوشون، تبارك الله العيالات كلشي ما نقولش. هذا ثاني صدر ديال الهندي، درت بزاف دابا بغيتكم عينه صغيره الهندي ثاني حتى هو كتبت عليه الهندي باش ما يتغلطياش بحال الدجاج، لان ديال ثاني صدر ديال الدجاج قطعهم طرفات صغار. مثلا بغيت ندير خبيزات معمرين ولا سوشون ولا رغيفات ولا كنلقى داك الشيء التحضير مسبق، كندير غير نزيد شي خضيره ولا شي حاجه كيجيني كلشي ساهل. ندوزو الحلويات، كما قلت لكم الحلويات كلهم كنكونجليهم. هذا لسان العصفور كما كتشوفوا، هذه الشباكيه اش كتبقى اللمعه ديالها، هذا السيجار، هادو البريوات. كنجبد غير باكيه باكيه حتى كتكونسوما كامله وتنرجع نعاود نجبد الباكيه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وحاولوا تطبقوا، ماشي غير في رمضان لان يعتمد السنه كامله، لان الحمد لله دابا اللي فريكو كاينين في الدار، العيالات ما شاء الله عليهم كلشي حادقات، علاش ما نستغلوش الحاجه كتكون في واحد الوقت كتكون بكميه كثيره، علاش ما نستغلوهاش ونكونجليوها لواحد الوقت اللي ما كتكونش فيه او كتكون غاليه، او حنا ربما ما تيكونش عندنا الوقت كاع باش نوجدوا داكشي كنلقاوه واجد في الفريكو. كنتمنى لكم الخير والهنا وشهر مبارك سعيد عليكم كامل وعلى الأمة الإسلامية كاملين، وشكرا لكم متتبعي القدام ومتتبعي الجداد تا هما مرحبا بهم علاش لا. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الرضا ديالكم والإعجاب ديالكم، وشكرا لكم.